برافو 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 عليكم الإخوان المغاربة، والله القسم لا ترفع لكم القبعة، والله القسم لا ترفع لكم القبعة، ترفع لكم القبعة. وتحية لكم كاملين، وتحية جميع المغاربة اللي ساندوا الأخ ديالنا الشيبي اللي كاين في مصر. برافو والله القسم لا، داك التأثير ديالكم وداك رد الفعل ديالكم أعطى الأكل ديالو، عطى الاكل ديالو. تحيه لكم، ومزيدا من التفاعل، مزيدا من التفاعل. بغينا هذاك المسخوط يوصل له، بغينا يدوز اكفس ما تبقى لي في حياته، بغينا يدوز اكفس ماشي ساعه، بغينا يدوز ما تبقى في حياته في واحد الجحيم. برافو لكم كاملين، وغنخليكم اخوتي تشوفوا مع هاد، تشوفوا هاد اللقطه في هاد الفيديو ديال واحد مصري خرج كيتكلم على اشنو وقع، واش غادي يوقع لهذاك اللعيب، لهذاك الشحات، لهذاك الجيعان. تحية لكم كاملين، نخليكم دابا تشوفوا واحد المقطع والله العظيم الا ترفع لكم القبعة ألف مرة. الحبايب مساء الخير، رغم ان انا ما بحبش اتكلم في الكورة، لكن موضوع حسين الشحات مستفز للغاية، فحبيت اقول لكم على اخر التطورات الخطيرة اللي حصلت واعلق على الموضوع بما ان الراجل اهلاوي. يعني اولا اللاعب المغربي اللي محترف في بيراميدز شيبي امبارح حرر محضر في قسم شرطة القاهرة الجديدة ضد حسين الشحات، اتهمه بالسب والقذف والتعدي بالضرب. طيب دي بس لا، الراجل طلب تدخل سفارته، سفارة المغرب في القاهرة، ان هي تتدخل وتاخد اجراء ضد حسين الشحات، وان لازم يجيبوا له حقه. ده شق. الشق الثاني طبعا العضو المنتدب او المسؤول عن نادي بيراميدز طلع بيان وقال ان احنا هنصعد الامر على كافة الجهات الرسمية المسؤولة عن الكرة في مصر. سمعتوا شنو واقع؟ المطلوب دابا مزيد من التفاعل باش هذاك الاعتذار ديالو، شوف شوف الرابطة ديالو مشنو دار، قال لك وقفوا جوج مباريات و20 الف ما عرفت فيها شي مليون ولا مليون ونص. واش داك الشيء اللي داير ديال جوج مباريات؟ تكرف شنو هي، راه كون ضربوا بكروشي، كون ما ضربوا بدماغ ولا دار اللي دار مقبوله. واش تشد واحد وتجرو دير ليه طق تصرفيق؟ شنو هو صبي عندك؟ ابن السعلوك. المطلوب منكم مزيد من التضامن ومزيد من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي. داك راه ماشي نادي هذاك، راه بعدا هذاك راه ما هادوك راه خصهم يدخلوهم يلعبوا مع شي فرقه ديال الحيوانات ولا جو سي با، هادوك راه خصهم يمشيو شي غابه يعيشوا فيها. هذاك راه ما نادي ما والو، واش ولفتوا كتربحوا فابور بزاف؟ عيقتوا عيقتوا وشوهتوا بمصر وباهل مصر.